شغلي انه نحن كنا طالعين من فتره حرب، فبالتالي رغبه العالم بالتاقلم او بي يعني كانت لتتقبل اي حل او اي خلينا نقول رشوه كانت لتعطى لهم بعد 15 سنه من الدم والحرب والى اخره، وبالتالي ما عاد العالم تسال كيف بدها تزبط، مهم تزبط. بيركب النموذج بيقولوا لك يعني بيحذر البعض من انه هيدا رح يفقع فينا بعد كم سنه، على الارجح رح يعني الرغبه كانت انه شو ما كان بس ما ترجع الحرب. انا السؤال دائما يعني بفكر فيه انه انت قادر تقنع مجتمع بنموذج ولو يعني هو معرض للانفجار، لانه طالعين بعد فتره طويله من الاقتتال والدم. السؤال هو انت بترجع تقدر تقنع هذا المجتمع اللي عم نحكي طلع من فترة من البحبوحة بين مزدوجين أو وهم البحبوحة على الأقل، تقدر أنك أنت ترجع تدجنه بمسار طويل من الإفقار ومن يعني الاعتماد على الإعاشات أو على الحد الأدنى من مقومات الحياة؟ هو نظريا بفاجئك اللي عم يصير هلأ، أنه ما أكلت الضرب، يعني عليك أن تتصرف بطريقة أخرى. أنا مثلا مستغرب، هلا طبعا في اسباب موضوعيه بدك تقعد بفسرها يعني وذاتيه، انه فيني افسر سبب هذه الاستكانه الغريبه العجيبه من بعد انتفاضه فظيعه يعني صارت قبل سنتين، انه بطبيعه الحال ان ترفض هذا الناس هذا الواقع، وخصوصا انه ما كنا عايشين بمجتمعات الفقر مدقع فيها لحد انك تعودنا او تآلفنا مع هذه الحاله، لا انت كنت عايش حياه مرفهه عم تشتغل، فبالتالي انك انت تتخلى عن هذا الموضوع منا سهله، يعني تدمير الطبقه الوسطى بتخليها ترفض هذا التدمير، فبالتالي كان عليها ان تفكر بالوسائل والبدائل. اللي انا انفاجئني لحد اليوم انه لحد هذه اللحظه ما قدرنا نعمل حاله بديله تقول للناس ستوب وقفوا. اللي شو الاسباب؟ معقولة لأنه الوهم بعده لا يزال قوي جدا من خلال الوعود، ما بين كل شيء. يعني أنا اليوم كنت أتصور على القليلة بهذه الانتخابات يكون في إعداد العدة لفعلا قلب الطاولة على الجميع، كنت متخيل هيك يصير، بتمنى أنه بآخر لحظة يرجع يصير هيك يعني، بس أنه كنا بقى ثرنا كلنا نعرف، لازم نعرف أنه مشكلتنا مش اللي الاوهام اللي عم يحطوا لنا اياه انه ساعه طائفيه وساعه مذهبيه، ما كنا عايشين بنفس القصه، يعني ما بعتقد الشيء عايش غير السني وغير المسيحي وغير الدردي، كلياتنا عايشين نفس الهم ونفس المأساة ونفس المعاناة، انه كلياتنا عارفين انه هذه المنظومه السياسيه بكل تركيبتها وهذا النظام هو اللي وصلنا لهالمحل، لكن كيف تتخلص منه؟ على القليله بانك تاسس لبديل يخلصك منه، هذا البديل يقوم بدايته بالانتخابات. تغيير ما ممكن، انا ماني مع التغيير بـ 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 بالشارع يعني ولو كان بالشارع لابد منه بلحظه من اللحظات، لكن التغيير الحقيقي هو بصندوق الاقتراع. اليوم بكل شيء بشير انه على كانه نحن ما تعلمنا من الدرس اللي صار، بعدنا قبلانين انعين وكاننا رايحين الى ما هو أسوأ، وأسوأ ما في هذا الموضوع هو هكذا قانون انتخابي، هذا قانون قاتل. انا بعتقد على كل علاته القوانين السابقة اللي كانت قبل هذا القانون طبعا هي اللي ساهمت بالوصول لهون، بس بالسنتين الأخرانيات اللي دفعنا دفع نحو الهاوية هو آخر قانون انتخابي، لأنه كتير بياخد الناس إلى التمذهب، قانون خبيث، قانون لئيم، بيخلي الخي يتقاتل مع خيه، وصار مفروض عليك فرض، ومن شأنه أيضا قدرة على تغيير، قدرة على الخرق من خلاله كتير صعبة وكتير معقدة، فبالتالي بتصور يعني ما الأمال بأنه إجراء تغيير ما كيف يمكن أن تتأتى، ما بعرف. أنا بقول لك يمكن تتأتى بس بحالة واحدة، أنه نرفع مرة تانية شعار أنه نريد بناء دولة، ويكون في مليون لبناني مع بعضهم بس على شعار وحيد بناء دولة، ونوقف شوي هذه الكارثة الاقتصادية بإيجاد حلول فعلية. وفي ناس أكيد عندها يعني اجتهادات أو عندها آراء معينة كيف يمكن تخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية الاجتماعية، لكن بالأول وقبل كل شيء إعادة بناء الدولة، بناء الدولة بكل معنى الكلمة، لأنه إحنا ما كان عندنا دولة، ما ممكن يكون في دولة ونظام طائفي، ما بيزبطوا مع بعضهم، يعني بتصير الطائفي والمجلس العشائري أو المجلس اللويا جرجا الطائفي بتصير أعلى من الدولة وأعلى من المؤسسات وأعلى من القانون. هذه المحاصصة بتلغي الدولة، المحاصصة الديمقراطية التوافقية بتلغي المعارضة والموالاة،
الطائفية بهذا الشكل تلغي كل شيء، فبالتالي يحصل ما يحصل. كل اللي احنا بنشوفه اليوم وعم نسميه أصل العلة، أنا بعتقد هو نتائج لأصل العلة الحقيقية اللي هو النظام الطائفي. يعني اليوم بعض البعض يرمي المسؤولية على الفساد، أوكي الفساد، البعض يرمي المسؤولية على السلاح المتفلت، أوكي هذا ما يتحمل، بس هدول كلياتهم نتائج، نتائج وليست الأسباب، وليس هن الأسباب الأساسية. والمنظومة كمان عم ركز فقط على المنظومة، ما هي المنظومة بنت هذا النظام، غير هذا النظام تغير هذه المنظومة. فمشان هيك إذا ما في نظام انتخابي يؤسس لنظام مختلف ما بدك طب. هيدا اللي كان لازم يصير من سنة 92، وهذا كان لاحظه الطائف. يعني نحن لو طبقنا الطائف بكل علاته بالبنود الأساسية اللي بتنقلك فيها من حالة الميليشيات، من حالة الزعران، من حالة الفوضى إلى حالة بناء الدولة، ما كنا وصلنا لهون. إلى نظام آخر مختلف، ما كنا وصلنا لهون. نحن عطلنا كل البنود وكل يعني الأشياء الأساسية اللي من شأنها أن تأسس لدولة ولبناء دولة. طبعا الدولة الحقيقية هي دولة مدنية، طبعا نختلف على الرأي كيف تكون الدولة المدنية، لكن الدولة الوطنية أنا بسميها قبل كل شيء، الدولة اللي الطوائف فيها الوطن قبل كل شيء، قبل الوطن، قبل الطائفي، قبل المذهب، قبل كل شيء، الوطن هو الأهم. لنبلش فوت شوي بالانتخابات، وعلى انطلاقا من اللي حكيته عن قانون الانتخاب، السلطة، هذه السلطة هي من وضعت قانون الانتخابات الذي يناسبها في فترة تسويوية شاملة وشملت كل الحلفاء والخصوم في آن معا، التسوية الرئاسية، انتخاب يعني انتخاب رئيس ميشيل عون، وأيضا يعني كانت معروفة مسبقا نتائج الانتخابات بفوارق وهوامش قليلة. اليوم نحن عم نرجع نكرس نفس القانون من أول جديد التي وضعت السلطة لنفسها. هل وذلك بأصل للسؤال، هل كان من الأجدى نظرا إلى أن السلطة اللي أنه يفترض أنت عم بتواجهها في هذا الاستحقاق وهي وضعت هذا القانون، هل كان من الأجدى مقاطعة انتخابات موضوع عليها قانون يناسبهم بدلا من أنك تفوت تخوض معركة وفق شروط ومعايير؟ هل كان الصوت ليكون أقوى في ظل المقاطعة؟ كان أجدى أنك تقدر تغير النظام الطائفي، لكن طبعا نعرف أنه نحن وصلنا لهالمحل وما قدرنا نغير هذا النظام وهذه التركيبة بسلطة من خارج، بإقامة حكومة من خارج السلطة القائمة بصلاحيات استثنائية، بصلاحيات استثنائية ممكن تغير عادي. لكن نحن ما قدرنا، العجز الأساسي إن ما قدرنا أسسنا للحالة البديلة، يعني على الأقل بشعارات عريضة وبسيطة. إيه كان ممكن إذا مش تكتل واحد أكثر من تكتل، عادي عجزنا إنه نعمل قيادة لهذه الانتفاضة ولهذا التحرك. بلحظة من اللحظات يمكن بالساعة الأولى ما كان بدها قيادة لتحل الناس تنزل، بس فيما بعد كان لازم من الضرورة التنظيم، من الضرورة إيجاد أطر تقدر تجمع الناس وتتفق، وعلى الحد الأدنى من الأشياء اللي بتتفق عليها وعلى حد أدنى من الشعارات التي يمكن تطبيقها ولا تكون موضع خلاف، منها موضوع بناء الدولة، منها موضوع القضاء، منها موضوع مكافحة الفساد، هذه الشعارات الأساسية. لم نتمكن للأسف من إنجاز بناء الخط الثالث أو الخط الثاني أو مشروع بديل للسلطة. مش بالضرورة كان يكون واحد، يعني طبعا في خلافات في آراء عدة، لكن على القليل يكون عندك تكتلين ثلاثة كبار يكونوا واقفين بوجه السلطة يعملوا نوع من التوازن معها، يعني شكله نوع من يعني موازن لسلطتها. فكان بتروح بتخوض الانتخابات، وإن كنت ما قدرت تفرض قانون انتخاب جديد، على الأقل أنك عندك استعداد وقوة تقدر تحدث تغيير من خلال هذا النظام الانتخابي.